السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. سنواصل اليوم في الوحدة الثانية رسائل الإلكترونية. عنوان الدرس البريد الإلكتروني الجزء الثاني من صفحة 48 وحتى الصفحة 50. أهداف الدرس: أن يشغل الطالب تطبيق البريد الإلكتروني، أن يقرأ الطالب رسالة بريد إلكتروني جديدة، أن يعدد الطالب أنواع الملفات التي يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أن يستقبل الطالب رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات. المصطلحات الجديدة: تطبيق البريد الإلكتروني Mail application. الموضوع Subject. عنوان البريد الإلكتروني Email address. البريد الوارد Inbox. مرفقات Attachments. السلام عليكم يا حمد. أهلا يا ريم. لقد اتفقنا في المرة السابقة أن نتبادل الرسائل الخاصة بمشروع السلامة المرورية. نعم يا ريم، هل تعرفين كيف تستخدمين البريد الإلكتروني؟ لا يا حمد، ولكن يمكننا أن نستعين بصديقنا روبوت. مرحبا حمد. مرحبا ريم. هنالك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن نستخدمها لتبادل الرسائل الإلكترونية، مثل التطبيق ميل والتطبيق أوتلوك. هذا رائع. والتطبيق الذي سوف نستخدمه اليوم هو التطبيق ميل. ولكن كيف نقوم بتشغيله يا روبوت؟ لتشغيل التطبيق ميل نقوم أولاً بالضغط على زر ابدأ Start، ثم ننتقل باستخدام شريط التمرير بين التطبيقات. سوف يظهر تطبيق ميل بينها. يحمل التطبيق ميل صورة ترمز للرسالة الورقية، وعند الضغط على هذا الرمز يتم فتح التطبيق. هذه هي واجهة التطبيق ميل؟ نعم، إنها جميلة جدا. شكرا لك يا روبوت. والآن يا ريم، هل تعلمت كيف نقوم بتشغيل تطبيق الرسائل الإلكترونية ميل؟ نعم يا حمد، ولكن قبل أن تقوم بتشغيل التطبيق لنتذكر ما تعلمناه مع طلابنا الأعزاء. هنالك الكثير من التطبيقات التي تمكننا من تبادل الرسائل الإلكترونية، ونحن استخدمنا تطبيق ميل. ولتشغيل التطبيق ميل علينا أن نتبع عددا من الخطوات. أولا اضغط زر ابدأ. ثانيا انتقل باستخدام شريط التمرير بين مجموعة التطبيقات. ثلاثة اضغط تطبيق ميل. أربعة سيتم تشغيل التطبيق الخاص بالبريد الإلكتروني. والآن عزيزي الطالب، هيا لنتشارك في حل السؤال التالي. ضع خطوات تشغيل التطبيق ميل
في الترتيب الصحيح. يا ترى ما هي الخطوة الأولى لتشغيل التطبيق ميل؟ فكروا معي يا أصدقاء. أتمنى أن تكون هذه هي الإجابة الصحيحة. وما هي الخطوة الثانية؟ تبقت خطوتان. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة. والخطوة الرابعة. لقد أكملنا. أتمنى أن تكون هذه هي الإجابة الصحيحة. ممتاز، أحسنت. لقد أرسلت إليك رسالة عن السلامة المرورية يا ريم. أين أرسلتها يا حمد؟ أرسلتها في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. وكيف أعرف أن هنالك رسالة بريد إلكتروني جديدة يا حمد؟ عندما تقومين بفتح البريد الإلكتروني الخاص بك، اذهبي إلى تبويب صندوق الوارد Inbox. ثم ماذا يا حمد؟ سوف تجدين جميع الرسائل الواردة في هذا المكان. هذا رائع يا حمد، ولكن أين يمكنني أن أجد الرسالة؟ حسناً يا ريم، عندما تستقبلين رسالة بريد إلكتروني جديدة، فإنها تظهر بالخط العريض، وغالباً تكون موجودة في بداية صندوق البريد الإلكتروني. وبعد الضغط على عنوان الرسالة، سيظهر محتواها على الجانب الأيمن للبريد. شكراً جزيلاً يا حمد. والآن عزيزي الطالب، شاركني في حل السؤال التالي. لأتأكد، هل تعلمت معنا قراءة رسائل البريد الإلكتروني؟ ضع خطوات قراءة رسالة البريد الإلكتروني في الترتيب الصحيح. الخطوة الأولى هيا لنفكر يا أصدقاء. يا ترى أين هو البريد الوارد؟ في أي مكان يكون؟ وأين أجد الرسالة الجديدة يا ترى؟ أتمنى أن تكون هذه هي الإجابة الصحيحة. أما محتوى الرسالة، تبقت واحدة. أعتقد أنها ستقول: هنا. هذا رائع، أحسنتم يا أصدقاء، شكرا لكم. أنا سعيدة جدا يا حمد. ماذا هناك يا ريم؟ لقد وصلتني هدية جميلة من مدرستي. وما هي مناسبة الهدية يا ريم؟ لقد أحرزت المركز الأول في المسابقة المدرسية، ومنحتني معلمتي شهادة شكر وتقدير. هذا أمر جميل، مبارك لك يا ريم. هل يمكن أن أشاهد هديتك يا ريم؟ نعم، إنها في البريد الإلكتروني. كيف هذا يا ريم؟ هل تمزحين معي؟ لا يا حماد. وهل يمكن أن نرسل مثل هذه الأشياء عبر البريد الإلكتروني يا ريم؟ نعم يا حماد. إنه أمر رائع. حسناً،
أريد أن أرسل هذه الساعة إلى صديقي سعد. لا يا حماد، لا يمكننا أن نرسل مثل هذه الأشياء عبر البريد الإلكتروني. لماذا؟ لا يمكننا إرسال الأشياء المادية يا حماد. هنالك أنواع مختلفة من الملفات يمكن إرسالها، مثل الصور والملفات الصوتية والفيديو والمستندات، وجميع هذه الملفات تسمى مرفقات. شكرا على هذه المعلومات الرائعة، ومبارك لك الشهادة يا ريم. والآن أصدقائنا الأعزاء، ماذا يمكننا أن نرسل عبر البريد الإلكتروني؟ من السهل كتابة رسالة نصية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، لكن ماذا عن الصور؟ يمكنك إرسال بريد إلكتروني مرفق به ملفات مختلفة. هذه الملفات مثل الصور، الملفات الصوتية، الفيديو، والمستندات. وجميع هذه الملفات الموجودة على جهاز حاسوبك تسمى مرفقات. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة رقم 34. هيا لنقم بحل السؤال التالي. السؤال رقم 3: أي من التالي يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني؟ هيا يا طلابنا الأعزاء، لنعثر على الأشياء التي يمكن أن نرسلها عبر البريد: طائرة، سيارة، الألعاب، صورة رقمية، سي دي، ألبوم صور، ملف صوتي. لنفكر مع بعضنا يا أصدقاء. أحسنتم، صورة رقمية. أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم. أيضا الملف الصوتي. أحسنتم يا أصدقاء، هذا عمل رائع. لقد فرحت أمي كثيرا عندما أخبرتها بشهادتك يا ريم. شكرا لك يا حمد. الآن أريد أن أرى شهادتك يا ريم، أنا متشوق جدا لكي أراها. حسنا، هذه هي الرسالة التي أرسلتها معلمتي يا حمد. وأين الشهادة يا ريم؟ إنها هنا. وكيف عرفت أن هذه الرسالة تحتوي على ملف مرفق يا ريم؟ عندما تستقبل رسالة بريد إلكتروني مصحوبة بملف مرفق، سترى رمز الملف أو صورة مصغرة إذا كان الملف عبارة عن صورة. هذا الرمز الذي يشبه الدبوس. نعم يا حمد، هذا أمر رائع. والآن طلابنا الأعزاء، هل تعلمتم معنا كيف نقوم بمعاينة المرفقات المرسلة عبر البريد الإلكتروني؟ لنتذكر ذلك سويا. عندما نستقبل رسالة بريد إلكتروني مصحوبة بملف مرفق، سنرى رمز الملف أو صورة مصغرة إذا كان الملف صورة. ولمعاينة المرفقات في رسالة البريد، أولاً اعثر على رسالة البريد الإلكتروني الجديدة واضغط عليها. ثانياً ستظهر معاينة الرسالة على يمين الشاشة. وأخيراً يمكنك رؤية المرفقات. والآن عزيزي الطالب، قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة رقم 35. السؤال رقم 6: لقد تلقيت البريد الإلكتروني التالي، هل تم إرسال أي ملف مرفق مع رسالة البريد الإلكتروني؟
ضع دائرة حول الملف المرفق. هيا يا طلابنا الأعزاء. أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، هذا عمل رائع. وأخيرا، ماذا تعلمنا في درس اليوم؟ كان عنوان الدرس هو البريد الإلكتروني. تعلمنا خطوات تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني، وأيضا كيف نقرأ رسالة بريد إلكتروني جديدة، وعددنا أنواع الملفات التي يمكن أن ترسل عبر البريد الإلكتروني، وأخيرا تعلمنا كيف نستقبل رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات.